جيك من الاخر اي طقوس راه شيطانيه هاكي كتحضر. والزهريين خاصه الزهريات ما تبقاوش تيقوا في فروقات. كاين الناس فيهم امراض نفسيه هاربين من الواقع. انا راه في امريكا متاجره برمودا، انا راه في هادي الفراعنه، انا راه في هادي شي كلشي راه كاذب، ما كاينش سنتاج. بدايه عرف المشاهدين بنفسك. اسم ديالي سمير، كنقطن بسيدي معروف دار بيضاء. انا اصلي شريف الكراري ابن عن جد، هادشي معطي جدودي. معطيك جدودي ان جدي انا مثلا كان شريف، عنده البركه. هاد البركه انه كيعالج الناس بالقران، كيعالجهم من الامراض المستعصيه، كيعالجها بسميتو ماشي بالرقيه، بالقران. الرقم ديالي هو صائد الشياطين. صائد الشياطين استنبطتو لانني انايا تعلمت طريقه كيفاش انني نصطاد انا الشياطين. كنقصد بالشياطين يعني الشياطين اللي تيكونوا مع المشعوذين. توضيح اكثر، ان كل مشعوذ او ساحر كيدعي او راقي كيدعي السحر او الشعوذه كيكونوا عنده شياطين. انا كنصطاد هذوك الشياطين اللي تيكونوا مع المشعوذين والصحاب. كنصطادهم بجوج، كنصطاد حتى شياطين الانس ديال الشياطين الانس حتى هما كنستقصدهم. كيفاش كتصطاد هاد الناس اللي نعتيهم بالشياطين؟ كنصطادو بطريقه بانني ملي كنبدا نتحدث معاه وكنبدا نتكلم معاه مثلا في فيسبوك، او ملي كنبدا نجلس انا وهو مثلا في مكان عام كنكونو كنتحدثو وكنبدا نهضر معاه عن طريق الدين او السنه او الكتاب او الشرك او اي حاجه، من خلال الطريقه كيفاش كيبدا يهضر كنعرفو بانه هو هذاك السيد اللي كيهضر ماشي هو، كنعرفو مكبوس. شنو هو اعتراضك على الرقيه والرقات؟ معتقد على شي وحدين فيهم على الطريقه اللي تيديروها، بحال استنطاق الجن. استنطاق الجن ما كاينش دليل. انا ما كنقولش الرقيه، كنقول القران، حيت الله ما قالش العلاج بالرقيه. الله قال لك القران فيه شفاء ورحمه. الفرق اللي بيناتهم واضح، بان الرقيه داروها تجاره كيستغزقوا منها على ظهر ناس جهلاء، والقران واضح وبين. كاينين رقات كيدعيو انهم هما شيوخ روحانيين وهما كيدبحوا القرابين للجن. نقدر نتحداه يجي ندير انا هو مقابله ونتحداه، ويجيب الحاجه اللي كيقول كيقرا انك انت متفق مع هذيك الضحيه اللي كنسميوها ضحيه، حيت هي بصح ضحيه، واخا هي ماشي ضحيه راه متفقه معاه. كيتفق هو وياها وكيسجلوا فيديو، وهو ملي كيتخلص من الادسنس كيخلصها هي. دابا انت جيتي تلقى مريض في كرمس، جيتي تلقى، ملي كتجي تلقى هذاك السيد اللي تيكون تيرقيك ما كيسمعش القران، كيكون كيقرا القران غير بشويه. ومني كيكون هو ملي كيسكت كيدير راسو سكت، كيبدي يردد حروف سريانيه وكيبدي يستدعي في اسماء بلا ما نسميهم لك انايا، حيت ملي كتسميهم كيجيو، كيبدي يجبد هذوك الاسماء كيجيبهم، بحال تيقول لهم هاد السيد راه هو فلان، كيجيبهم. ملي كيجيبهم كيستنزلوا فيه، عين صبوا عليه، فيهم اللي كيذبحوا قرابين الجن. وتيقول لك احنا عندنا خدام. انا كنهضر دابا على الروحانيين، انا كنقول لك ما كنعممش، كاين الرقات متقين. إذا كانت رقية اللي على منهج الكتاب والسنة، اللي كان كيدير راسو صنع الوس، المعوذات ملي كان كيقرا، ملي كان كيرقي الحسن والحسين الأحفاد ديالو، كان كيشدهم كيحط يدو على راسو، أش كيدير؟ المعوذات والإخلاص. أنا أي راقي تياخذ درهم كنعتبرو أنا نصاب، خلاص ثقاو. ونزيدك حاجة أخرى، كاع اللي تيتكلم مع الجن، هذيك المعلومات اللي كتاخد راه 90% فيها راه كذوب. بحال كيقولك انا راه كتبدا تهضر هذيك اللي فيها، انا راه في امريكا متاجره برمودا، انا راه في هادي الفراعنه، انا راه في هادي، داكشي كلشي راه كاذب. قسما بالله كاذب، هذيك راه تجيبي اختي هنا ونقرا على اي كرسي، ما تبقاش دير هادشي، هي اللي تتكذب. ونزيدك حاجه اخرى، اختي كاين الناس فيهم امراض نفسيه هاربين من الواقع، هاربه مثلا ما مزوجاش، ما خداماش، عندها مشاكل، عندها بزاف ديال الحوايج، كتبغي تهرب بهذيك عندها مشكل مع راجلها، اش خاصها دير؟ خاصها دير راسها انها فيها المسك طايح،
باش كيدويو معاها طيح. الرجال حتى هما كيهربوا من هذوك الناس اللي تيكونوا في البيطاره وتيكونوا عندهم مشاكل وفي ادمان وما عاد شنو هو ما قايم يدير في الحياه وما عنده حتى حل. هو ممكن يمشي يخدم حارس امن وممكن يمشي يبيع التقاشر بمعنى اصح، راه ممكن ما ياخذش مع عندك تي فلوس وريني هو غادي يذبح قرابين وجين كيغني حتى الجن ملي دابا هو تي ما كياخذش مع عندك فلوس وريني هو غادي يذبح ليهم وتيقدم ليهم هذاك الزهري وكيخرجوا به هما داكشي اللي بغاو. المهم واخا حتى ما كان الزهري وما اصلا اغلب الاوقات كيصطادوا الزهريين وما عندهم ارباح في الزهريين. واخا مشيتي عنده عرشتي فابور الا قراك القران وما سكتش وما ردتش كلمات ما كتفهميهاش ما كاينش سنتقش وكنكذب هادو كيتقول لك احنا عندنا خدام رباني يعني انا عندي رفقه صالحه ربانيه كتعاون معايا على شفاء الناس ما كاينش حيت ما كاينش خدام شكون انت اللي غيخدمك. وديك الساعه هما كيصدرجوك تيبداو يقولوا ذبح لينا باش نرضاو عليك باش نديرو لك انت غير حماك ويبغى في براسه. الجن قادر انه يدير اي حاجه فيهم مسلمين فيهم كفار. شنو اللي خلاك تنصب نفسك صائد الشياطين وفين اكتسبتي هذه المعرفه اللي كتدعي انك على علم بها؟ سبع سنوات وانا في المسجد من بعد ما انني كنت طفل عادي ما ملتزم ما حتى شي حاجه بحال بحال الناس مراهق كنت عادي شويه وليت كنمشي للجامع. من نهار دخلت الجامع وليت وليت ملتزم قريت الفقه قريت الدين قريت في كتب كنمشي للكتابة كنشري كتب بوحدي تفقهت على يد نفسي من بعد ما التزمت واستفدت وقريت وعرفت راسي بانني عندي امكانيه انني وعندي هذيك الامكانيه اللي كنشوفها في الرؤى وليت كنشوف رؤى من عند الله فيها الاذن بالعربيه تعربت. انا كنشوف الجن كنلقيه في المنام. انا الزهري انا كنشوفه اذا كنتي كشاف غتشوفو صفته حقيقيه اذا كنتي حتى الزهري كشاف عندك ختم سليماني في عينك ماشي كتشوفو انت كتشوفو كشخص. هو كي عنده واحد الطرق كيفاش كيتواصل معك. اولا كتخاطر ثانيا ملي كتكون في الخلوات ديالك بوحدك كتكون كتقرا القران كتصلي من مورا ما الناس كينعسوا حتى كتمشي كتبقى بيا من غير كتقرا في القران وكتقرا واحد الايات غير معينه ماشي باعداد معينه اوراد ولا كتكون غير كتقرا القران لوجه الله ماشي غير الله كتشم ريحه المسك هذاك ظهور كتعلم بانه ظهور كتبدا تشوف انوار كتكون في البيت يعني هذاك ملي والعكس صحيح ملي كتكون كدير طقوس شيطانيه ما كتشوفش انوار ما كتشوفش نورانيات كتشوف طاقات ظلاميه. كيفاش كتعترض على الرقيه وفي نفس الوقت كتدعي انك كترقي الجن؟ انا من عائله زهريه كامله انا زهري مثلا انا اذا كانت عندي شي حاجه في الدار ولا شي حاجه ملي كنكون في هذاك البلاصه عندي جراء السمع ها هو الحل دير هادي ودير هادي ودير هادي ودير هادي ومني كنديرو انا في يوم ما كنتش كنتيق مني كنديرو كنلقاها حقيقه كتشوف انت النورانيات قدامك هادي ابار الرؤى مني كتنعس كتسمع الجراء السمعي وما كديش بهذيك النصيحه اللي تتسمع انا كنقول كتشي مني كنت في البدايه ما كنتش كندير بالجراء السمعي واخا كنت كنشوف النورانيات بالليل مني كنكون قايم الليل ما كنتش كنتيق هادشي كنت كنقول لا ممكن يكون غير وسواسة ممكن يكون غير فهمتيني ما متيقش راسي. في واحد الكتاب سميتو كتاب الزهار هذا كتاب لواحد المؤلف سميتو ديريون هذا الكتاب هذا هو كيتكلم علاش هذا الزهري بالضبط كيبغيو الصحراء. علاش كيبغيو الصحراء؟ كيبغيو الصحراء بأمر من الجن حيت الدم ديالو هو باش كيستخرجوا كنوز وباش كيبعدوا الأرصاد اللي كتكون حارسة الكنوز إلا طلبوا أنه يكون قربان وكان عفريت مارد وكان كنز غاري غيطلبوا أنه يتقتل وإلا كان والشرط عاوتاني اللي بغيت نقول لك نوضحوا لك راه ماشي أي زهري تيتذبح ولا كيتقدم قربان راه كاين راه خصو يكون زهري الدم ويكون زهري كشاف كيكشف على الكنوز وهو ناعس وممكن يكون كيكشف عليهم وباء ما بين النوم واليقظة عاده كيكون طلب عليه من الجن الصحراء. هادشي كنت كنشوف اختي قلت لك انايا عن تجارب عشو عش هادشي عشو كنت كنشوف كنوز تحت الارض في المنام وملي كنمشي لهذيك البلاصه كنلقى بصح وما كنبغيش ندير هذاك الشيء فيا ما نحفر ما كنبغيش نحفر كنشوفها محلوله فيا ما نبدا نحفر نجبدها ما
مكنبغيش ندير داكشي. علاش؟ حيت انا قلت لك 7 سنين وانا ملتزم، انا خدام سيكوريتي، حارس امن بقل من سميك، وما باغيش الحرام. انا كنت في طرق اخرى كان الحرام كيجي حتى عندي، ما بقيتش باغي داكشي اختي. باش كتفسر طقوس الشيطانيه اللي كيقوموا بها بعض الناس؟ هادوك تيكونوا متعاطي هواسه، راه مره كبيره كتخاقب كتضرب يديها، راه عادي. هادوك راه شركيات، ما كاينش الجن، كاينين الشياطين. الشياطين ما كيدخلوش، كيكونوا حاضرين. ما يدخلش الجسد، ما هو الا بغيتي يدخل الجسد خاصك تكون نتايا اول حاجه كدير الكبائر، مثلا الزينه، الكبائر، الرواط، الشي كبير، الذبح غير، هادشي كلو تيجيبو. احنا كانسان انت عندك جسم مادي وعندك جسم اثيري. هذاك الجسم الاثيري ملي كتكون انت كتغذيه بالايمانيات، كيكون هو عنده هاله نورانيه دايره به، ما يقدر الجن كيشوفك على بعد بزاف بان دايره بك هاله نورانيه، ما يقدرش يوصل عندك. ملي كتكون انت شبعان كبائر وشبعان ذنوب، كتكون دايره بك طاقه ظلاميه باينه من بعيد، كيشوفك الجن. واش كدير هذوك الذنوب اش كيديروا؟ كيحيوا فيك ثغرات، كتوقف بحال تقابي، كيدخلوا منها. حريتي لي الباب ملي كديري داك الشيء، راه انتي درتي غتحيوا فيك ثغرات، غيدخلوا فيك ديك الساعه. ملي غتكوني في هذوك الاماكن وريني راه ملي غيتقرا القران راه ما غيبقاش. واش كدير هذا الشيء طمعا في الشهره او المال؟ ولا كان الجواب لا، شنو هو الهدف ديالك من هذا الشيء؟ الهدف ديالي الاساسي اول حاجه التوعيه لهذوك الناس، سواء النساء او بنات او رجال او اولاد او كيما كانوا، والزهريين خاصه والزهريات، ما تبقاوش تيقوا في فروقات. هذه اول نصيحه، حيت كيقوموا بالاستنزالات عليكم باش ما يتنصبش على الناس، وباش الناس ثقافتها محدوده تفهم وتوعى. وانا اختي باش تقول لي انت باغي الشهره ولا باغي الفلوس؟ لا، ما عنديش انا مع الشهره، انا ما بغيتش نبان اصلا، ما عنديش مع الشهره ديال الانترنت اصلا، ولا عمري درتها، ولا عمري طلعت في شي بلاصه ولا بغيت الشهره ولا، فهمتيني؟ انا دايره في خباك، ما كنقول حتى شي واحد دير لي ابون، ما كنبارطاجي داك الشيء، ما كان انا كندير مواضيع اللي اصلا هي كنعاود فيها غير على قصص. واش كتدعي البركه؟ لا، هذا عنوان كاذب ادعته عليا واحد قناه صحفيه، ادعت عليا بان انا شرحت لها، انا قدمت لها نفسي، قلت لها بانني انا راه زهري الكراكي ابن عن جد، جدي هو سيدي واسمين، هو من سبعه رجال اللي مشاو بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم الحديد ديال لباس الصوف، مشاو عندو حتى الجزائر العربيه وبايعوه وخداو الرساله وجاو المغرب ووصلوها. هذوك شبوا عليا هما، سولوني قالوا لي واش تراقي؟ قلت لهم انا ماشي راقي. واش انت عندك البركه؟ قلت لهم انا الشريف، انا عاودت لكم، انا قدمت لكم راسي. ناضوا هما راحوا ذاك الفيديو وكتبوا بان الشريف مول البركه الراقي اللي يبطي السحر ويبطي الشعوذه وهذه وهذه. وانا اش قلت لهم؟ قالوا لي الكونسيبت ديالك، قلت لهم التوجيه، التوعيه والتوجيه. إلا عطيناك فرصتك، كيفاش تبغي تعرف الناس بيك بكل صراحة وبلا تزييف؟ أنا يتيم الأب، إنسان عادي، ما عندي بركة، ما كان ناخد فلوس، ما كان نقيش الناس، كان وجههم لأنهم يلتزموا بالله ويصريوا ويفهمتي يديروا ذاك الشيء اللي تيقول لهم الله، يبعدوا على الكبائر، يبعدوا على الذنوب، وراه ما غيكون غير خير وما غيكون لمس لا سحر، وخا يكون كاع السحر ما غيأديكش، ما جئتم به السحر إن الله سيبطره. أنا إنسان عادي كباقي البشر، ميزني الله بواحد حاجة اللي هي هاد الزهرية، اللي ما كنسماش أنا كلمة الزهرية، هي جاية من كتاب مقتبس ديال اليهود، وحيت هما اللي تيعرفوا الأصل ديالنا شكون هما حنا. حنا كنتسماو المتوسمين في القرآن، المتوسمين هما الناس اللي تيكونوا كتوسمي فيهم انت الخير، تقدري انتيا تهضري معاه بحال ما هكا، يقدر هو عاب بخير النقاش ديالو يعطيك حل ويوجهك بلا ما تحسي انتي، وتمشي ديري داك الشيء وتلقايه انتي بصح، ويساعدك انتيا في انك تلقاي الحل وهو ما يساعدش راسو. زهير راه اختي راه عنده ميزات، انا راه عاودت لك، راه عنده اختها مربانيه،
راه ما يمكنش اي واحد يقولك انا زهري. الختامه ربانيه فيها بزاف، كاينه غير ظاهره وكاينه غير باطنه. مثلا الختم السليماني ديال العين، مثلا عينك ما كتكونش مشابهه، اول حاجه كتكون فيها شي بياض ديال عينك، كتكون فيه واحد النقطه كحله او ثلاث نقاط كحلين قويين، يا نقطه يا ثلاثه على حسب الميزه ديالك. انت كتسمى ديك الساعه زهري كشاف، يعني انت عندك، انت ممكن تدخل ابعاد اخرى بحال البعد الثالث الرابع، عندك مفتاح بالعربي، عندك السوارت كيتسموا في علم الروح، في علم ديال الارواح كيتسمى المفاتيح. هادوك هما المفاتيح باش تعرف يا اختي هاد الحقيقه اللي تنقولك راها كاينه ديال الزهري، وحقيقه ماشي كذوب. شحال هادي الناس ملي كانوا كيبغيو يجبدوا كيبغيو يقربوا علما قبل ما يبداو يكونوا لي ماتيريال وهادشي ديال حفر الابار وهادشي، كانوا كيبغيو يحفروا يجبدوا يقربوا علما ويجبدوه. اش كانوا كيديروا؟ كانوا كيمشيو يجيبوا زهري، واحد من عائله شريفه عائلته الزهريه، اش كيعطيوه؟ عود كيقطعوا، كيمشيو شجره ديال الزيتون كيقطعوا منها غصن فيه جوج غيوص وتعطيوه ليه تيبقى يدور. سوي الناس اللي في الدور في بغايس نائيه. واش بغيت تبين وجهك بوضوح للمشاهدين؟ مرحبا، قلت كيما قلت لك في الاول انا مبين وجهي حيت انا عارف راسي، ثقه في النفس انني ما تنصب. انا هدفي واحد، كونسيبت ديالي هو انني نوعي الناس ونشرح ليهم ونوجههم للطريقه الصحيحه في عودري تنصب عليهم وفي عودري انهم يدوا لهم الناس رزقهم. هذا هو الهدف والكونسيبت ديالي. ومعكم صائد الشياطين سامي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.